على ذكر الترتيب للموسم الجديد، نادي غزل المحلة العائد للدوري الممتاز النهاردة شكل شركة خاصة لكرة القدم. شركة غزل المحلة للنسيج شكلت شركة خاصة بكرة القدم في توجه اقتصادي واستثماري جيد برئاسة المجري الكابتن مصطفى عبده، كابتن النادي الأهلي وكابتن منتخب مصر. بنتمنى التوفيق للكابتن مصطفى إن شاء الله والغزل المحلة. قرار مهم في اتجاه صحيح باختيار صدفه والتوفيق، كل التوفيق. وقدموا صفقاتهم وأعلنوا عن الشركة الجديدة، ليها كل التوفيق. زي ما قلت لكم داخلين في مجالات استثمارية كبيرة، نتمنى ليها كل التوفيق. ده كان أهم ما في الغربال، لكن